تفسير اللبن في المنام للعزباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. وإزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكفينا ويكفيكم وشر كورونا وشر جميع الأمراض، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا كنت عملت قبل كده فيديو عن تفسير رؤية اللبن في المنام، ووعدتكم إن أنا في حلقات جاية هعمل لكم تفسير شرب اللبن او تفسير اللبن في المنام بالنسبة للعزباء وللمتزوجة وللرجل وللمطلقة. فالنهاردة ان شاء الله هكلمكم عن تفسير اللبن في المنام للعزباء، فيلا بينا على التفاصيل. بيستخدم اللبن او الحليب، اللبن هو الحليب زي ما اتفقنا والحليب هو اللبن، بيستخدم بشكل يومي في حياتنا وبيستخدم في كتير من الأكلات لأنه بيحتوي على الكالسيوم والفوسفور. لكن النهاردة بقى هنتكلم عن تفسير اللبن في المنام بالنسبة للعزباء. تفسير اللبن في المنام للعزباء، لو الفتاة العزباء شافت اللبن أو الحليب في منامها، شافته بس يعني مشربتوش، شافته بس بعينيها، ده بيدل والله أعلم على زوج صالح وإن هي هتتزوج قريب جدا، أو يدل على رزق وفير هيجيلها في السكة، أو إن هي هتحصل على عمل جديد. العمل برضو رزق يعني من ربنا سبحانه وتعالى. ورؤية اللبن في المنام بتشير أيضا إلى السعادة والخير والتعويض عن مفات. لو الفتاة العزباء شافت في منامها إن هي بتسكب اللبن أو الحليب على الأرض، يعني بتدلق اللبن أو الحليب على الأرض، ده بيدل إن أجمل سنين شبابها ضاعت من غير فايدة. إذا شافت العزباء في منامها إن هي بتقوم بحلب ناقة، بحلب الجمل يعني، إن هي الناقة اللي هي الجمل، لو هي شافت إن هي بتحلب الناقة أو الجمل، ده بيدل ان هي هتتزوج ان شاء الله من رجل صالح. لو الفتاة العزباء شافت في منامها ان هي بتوزع اللبن على ناس تانية غيرها، على الاخرين، ده بيدل على تبادل المحبة والكرم والخير بينها وبين الناس، بينها وبين الناس اللي هي بتوزع عليهم اللبن طبعا. لو الفتاة العزباء شافت في منامها لبن فاسد، ده بيدل على الكرب والغم والسوء وكثرة الصعوبات في حياتها، ربنا يزيح عنها يا رب. لو الفتاة العزباء شافت في منامها ان هي بتشرب لبن الليث اللي هو الاسد، فده بيدل ان هي اخدت جميع حقوقها الدينية والقانونية كاملة، بس هي ما بتديش للاخرين حقوقهم وما بتقديش اللي عليها من واجبات، فمفروض ان هي زي ما هي عايزة حقوقها كاملة تدي برضو للآخرين حقوقهم كاملة. ولو شافت الفتاة العزباء في منامها ان هي بتشرب لبن نقي، لبن نقي يعني لبن مش متعكر ومفهوش شوائب، ده بيدل على ان هي هتتزوج قريب جدا من شخص غني وميسور الحال ذو أخلاق ودين على مستوى عالي. لو الفتاة العزباء حلمت إن هي بتشتري اللبن، فده بيدل على سماعها الأخبار سعيدة. لو الفتاة العزباء حلمت في منامها إن هي بتشرب كوب من اللبن، ده بيشير إلى وجوب رجوعها، إن هي لازم ترجع إلى ربنا سبحانه وتعالى وتستقيم في حياتها، لأن هي تاركة للصلاة وتركة الدعاء وبتتجه وراء الخداعين والدجالين وسماع الأكاذيب، فلازم إن هي تبعد عن الحاجات دي كلها وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتواظب على الصلاة والدعاء والصدقات وتبعد عن الخداعين والدجالين وسماع الأكاذيب. لو الفتاة العزباء حلمت إن هي شافت لبن البقر في منامها وهي اصلا كانت فقيره في الواقع، ده بيدل ان شاء الله ان هيتغير حالها وهتكسب مال حلال وهتكون من الاغنياء.
اما اذا شافت في منامها لبن الماعز فده بيدل على ان هي هتتمتع بالرزق الحلال. اما اذا شافت الفتاة العزباء في منامها لبن الكلب فده بيشير وبيدل ان هي هتعاني من القلق والخوف. ربنا ما يجيبش القلق والخوف ان شاء الله. لو الفتاة العزباء شافت في منامها لبن القطط عارفين القطط، لو الفتاة العزباء شافت في منامها لبن القطط ده بيشير الى خلافات ومشاكل وازمات كتير في حياتها. الله الله لا يقدر، لا قدر الله. لو الفتاة العزباء شافت في منامها ان هي بتشرب لبن الحية او الافعى او الثعبان بمعنى واحد طبعا كله، ده بيدل على كده وخداعها واحساسها بمشاعر سلبية. لو الفتاة العزباء شافت اللبن الرايب في منامها ده بيدل على ان هي هترتبط وتتزوج من راجل صالح وتقي وذو اخلاق جيدة. واللبن الرايب بيدل ايضا على تحقيق الاماني والطموحات، وقد يدل على اجتنابها للمعاصي والسير في طريق الحق. طبعا ده حلو، ده محمود، يعني تفسير رؤية اللبن الرايب في المنام محمودة. رؤية شرب اللبن الرايب للعزباء، لو الفتاة العزباء شافت اللبن الرايب في منامها مع الأصدقاء مع أصدقائها ده بيدل على إن هما مخلصين وأوفياء ليها. فالمفروض إن هي بقى إيه ما تفرطش في أي حد منهم. فواجب إن هي تتمسك بأصدقاء الأوفياء. ولو الفتاة العزباء مخطوبة وكان في مشاكل مع خطيبها وشافت في منامها اللبن الرايب فده بيدل على ان المشاكل اللي هي عندها دي بينها وبين خطيبها هتنتهي وتتحل ان شاء الله. وفي نهاية الفيديو بتمنى ليكوا ولكل المستمعين احلام سعيدة واحلام تبشر بالخير. وما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة اللي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.